تذكرة هذه العربة تؤخذ من هذا المكتب اليوم 8 يورو كما أخبرتكم، يومين 12 يورو، فهناك واي فاي كذلك في العربة. هذا الرجل واضح حديقة في أعلى منزله، حاليا يعتني بها. بالفعل حديقة موقع استراتيجي. شوف اسلوب المحلات. محل اخر والايس كريم بالاعلى. هنا الجامع في حي البيازين في غرناطة الأندلس. وهنا مدخل الجامع. شخص يبيع شيء خاص فيه. Merci.
وكذلك يوجد مدرسة للأطفال في هذا الحي الجميل القديم، هو حي أندلسي خالص. حي البيازين هو حي عربي قديم من أكبر أحياء مدينة غرناطة، والذي ما يزال محتفظا بطرازه الأندلسي، وما زال أيضا على نفس حالته تقريبا منذ سقوط الأندلس قبل 500 عام. بني حي البيازين منذ ما يقارب 800 عام على الطراز المغربي، حيث أن معظم المسلمين الذين فتحوا الأندلس كانوا من الأصل من دول المغرب العربي، لذا تجد الطابع المغربي غالب على هذا الحي، فتجد حاليا عند الحين البيوت صغيرة وبيضاء اللون ومتراصة بشكل متلاصق، مكونة من شوارع ضيقة ومتقاطعة. هذه الصيدلية على شكل بيت متكامل، هذا الحي فيه كل الخدمات. بيت أحد ساكنين هذا الحي الجميل، هنا بايك لسيارته وذلك المنزل وإطلالة أروع.